بداية هذه السنة احتفلنا كاملين بوصول المنتخب المغربي للنصف النهائي، كل شيء خرج الشوارع كيحتفل وكيفتخر بكونه مغربي. وفي منتصف هذه السنة عشنا لحظات صعيبة بعد زلزال الحوز، لكن احتفلنا بالنهاية بتضامن المغاربة وتكافلهم. ها اللي جايب بيدو ديال الزيت، ها اللي جايب داك الشيء اللي عنده ديال الدقيق. هبة شعبية واستجابة فورية، أعداد كبيرة من المواطنين توجهوا إلى أحد مراكز التسوق التجارية، كل حسب استطاعته وما جاد به جيبه. بتلقائية وحماس بدأ الأمر وكأنه منسق قبل أيام، وفي ظرف وجيز ملئت الشاحنات والسيارات بالمساعدات قبل إرسالها إلى القرى النائية أو ما يعرف محليا بالدواوير. وفي النهاية ختمنا السنة ديالنا بأهم حدث، واللي هو اعتقال سياسيين ومسؤولين بارزين بعد تورطهم في مجموعة من ملفات الفساد. للأسف إلى وقت قريب كانت عندنا فكرة غلطة عن السياسة، لأنه اللي دخل السياسة التصور دياله هو على أنه خاصه يدير الفلوس، وهذه عن تجربة، لأنه أغلب المنتخبين وأغلب السياسيين اللي كيمارسوا السياسة الهدف ديالهم الأساسي ما غاديش نعم، ولكن أغلبهم كيدخل بهذه الفكرة هذه على أنه خاصه يراكم الثروة وخاصه البناء بمازوت، خاصه السيارة، خاصه الدار، خاصه بزاف الحوايج. آخر حاجة يمكن يفكر فيها المنتخب للأسف الشديد هي المصلحة العامة، وهذا خطأ كبير للأسف. هذا خطأ كبير هو اللي وصلنا اليوماتية لهذه المستويات المتدنية. اليوماتية خصنا نغيروا هذا النمط ديال التفكير، ونعرفوا على أنه اللي باغي يدخل إمارة السياسة في هذه البلاد هذه ولا يمارس الشأن العام، أولا رخص يكون نقي وخاص يكون فوق مستوى الشبهات، هذه نقطة أساسية لا يختلف عليها اثنان. النقطة الثانية واللي أهم من النقطة الأولى هو على أنه خاص يدخل بضمير حي، وخاص يدخل باش يخدم المصلحة العامة ديال البلاد وديال المواطنين اللي عطاوه الثقة ديالهم، ماشي يخدم يزيد الرصيد ديالو ولا يزيد الأموال ديالو ولا يزيد العقارات ديالو. هذه راهي فكرة خاطئة، هي اللي خرجت علينا وهي اللي رجعتنا لهذه المستويات اليوماتية اللي احنا فيها. كنقولها وكنأكدها، اللي بغى يمارس السياسة مستقبلا راه الوقت تبدلت، وراه المواطن تبدل، وراه التفكير تبدل، وراه السياق تبدل، وراه العالم تبدل، وراه حتى احنا خاصنا نتبدلوا الا كنا نبغوا هذه البلاد هذه، والا كانت عندنا الكبدة على هذه البلاد. ماشي اي واحد يدخل بهذه الصورة هذه ولا يدخل بهذا التفكير هذه، راه من غير المعقول على انه يكون الهدف ديالنا غير هو السيارات، هما العقارات، هما المازوط، هما الفنادق، هما السفريات، هما التعويضات. هذه راه ماشي، هذه راه مثلت ممارسة الشأن العام، مثلت المصلحة العامة، هذه راه أصبحت المصلحة الخاصة. والمصلحة الخاصة إلا بغيت ديرها سير أخويا دير الأعمال الحرة ولا دير التجارة وبعد عن السياسة. نقطة أخرى أساسية ومهمة، اليوماتية الأحزاب خاصها تلعب الدور الأساسي ديالها، لأنه إلى وقت قريب أيضا كانت الأحزاب السياسية للأسف الشديد كيتخباو فيها، ونقولها بصريح العبارة، مجموعة من الفاسدين وكتحميهم هذه الأحزاب، ولعبات دور كبير. واليوماتية الأحزاب خاصها تحمل المسؤولية ديالها، وخاصها تنقي كما كنقولوا باللغة ديال الرياضيين، خاصها تنقي التيران ديالها، ومول الشكارة اللي مشكوك في أمرها، ومول الشكارة اللي جايبها من أي بلاصة اللي كيقلبوا له، راه اليوماتية لم يعود الوطن في حاجة إليه. احنا ماشي ضد مول الشكارة اللي جايبها من عرق جبينه، ولا اللي جايبها من المال الحلال، ولا اللي راكمها من التجارة، ولا من أعمال واضحة ومشروعة، ولكن احنا ضد هذه الأموال التي تدخل إلى السياسة وتفسدها. اليوم الأحزاب كتتحمل مسؤولية كبيرة، وكنقولها وكنأكدها، يجب أن تغير الأحزاب أيضا تصورها للمغربي الغد، ويجب أن تغير من نمط التفكير ديالها، ويجب أن تغير النخب ديالها. خاصة تغير النخب ديالها، وخاصة تقلب على الناس اللي بغاو يخدموا، سواء كانوا نساء ولا رجال، بغاو يخدموا المغرب، بغاو يخدموا البلاد ديالهم، وبغاو بلادهم يشوفوها من أحسن البلدان ويقارنوها بأحسن البلدان. هذه أيضا نقطة لابد نأكد عليها ولابد نقولها. قلنا واحد الكلمة وتدخل في مجلس المستشارين على ما أظن سنة 2017، وطرحنا فيه سؤال، وقلت على أنه بالحرف الواحد لم نعد نطرح سؤالا في المغرب، كيف وصلت إلى هنا ومن أين لك هذا؟ واليوماتية
مع نهايه هذه السنه والحمد لله كتجينا الاجوبه. هذا يعني ماذا؟ يعني على انه اللي كيبغي بلاده واللي كيبغي الملك ديالو يجب ان يقول الحقيقه، لانهم اللي كنتكلموا راه لا ننتظر مقابلا من احد، وما ننتظر كافينا حد، كننتظر المكافاه من الله وكننتظر المكافاه من الوطن ديالنا خدمه للوطن ديالنا، لان عندنا حرق على هذه البلاد هذه، ولان كنبغوها ما لنا باغيين نقبضوا منها ولا لنا باغيين نعمروا كروشنا منها، احنا باغيين نخدموا بلادنا ونفتخروا بها، ونحن نفتخر بكوننا مغاربه، ونريد لهذا الوطن ونريد لهذا البلد ان يتقدم. ولكن كنقولها وكناكدها، هذا الوطن لن يتقدم الا اذا غيرنا التصورات ديالنا كاملين، والا الى خدمنا كاملين. الدوله راه كدير المجهودات ديالها في مجموعه من المجالات، النخب السياسيه ايضا يجب ان تقوم بدورها، المسؤولين يجب ان يقوم بدورهم، واللي في بلد خاص يقوم بدوره. اليوم القضاء بعث اشاره قويه ودار الخدمه ديالو اللي خاصه الدار، وهذا الشيء اللي دار اليوم في جهاز القضاء اليوم خاصو يدار في مجموعه ايضا من القطاعات. بغينا نشوفوا في الصحه اللي عندنا للاسف الشديد نقص كبير فيها، في الاطر وفي الموارد البشريه وفي البنيات التحتيه وفي ياسر من الامور بزاف ديال الحوايج. بغينا نشوفوا في التعليم، وبالمناسبه اللي كنقول التعليم وكنتكلم عليه اشعر بحرقه، اشعر بحرقه لسببين. اولا لاني ابن لابن التعليم وابن للمدرسة العمومية وابن للجامعة، وما كان بغيش نشوف أولادي ونشوف بنات المغاربة اليوم لهم شهرين ولا ثلاثة ما كيقراو. اليوم كان ندعو إلى تغليب المصلحة العامة ديال التلاميذ، وكان ندعو الأطراف لا الأساتذة ولا أيضا الوزارة الوصية ولا القطاعات المتدخلة في هذا المجال، لأنه إحنا ما تلينا عارف كاع شكون متدخلين، إذا كان الوزارة الوصية ولا غيرها من القطاعات اللي بيدوا هذا الملف هذا، يجب أن يبحث عن الحل الحقيقي، لأن هدرنا ياسر من الزمن وما كانش كاع هاد الكورة ديال الثلث تدحرج وتكبر. كان النهار الأول هذا النظام الأساسي اللي هو السبب كان يسحب بصفة النهاية، ومريضنا ما عنده باس، ونتحاوروا ويكونوا الأطراف بجوج يعني غلبوا المصلحة العامة. اليوم كندعوهم يغلبوا المصلحة العامة. المصلحة العامة كتقول على أنه 8 مليون تلميذ مغربي خارج فصول الدراسة، وعيب وعار على أنه يكونوا أولاد المغاربة اللي عندهم لباس عليهم اللي عندهم الفلوس يقراوا في الخصوصي، وأولاد الشعب اللي كيقراوا في المدرسة العمومية في الزناقي ويلعبوا في الشوارع ولا عندهم هم ولا عندهم خدمة. هذا في الحقيقة يسائلنا جميعا، يسائلنا كمغاربة، يسائل الحكومة بالدرجة الأولى، ويطرح عليها سؤالا عميقا وأساسيا، هو على أن هذه الحكومة هذه رانك أمام واحد المشكل ما درتي فيه حتى شي حل، وما قدرتيش تلقاي له حل لمدة 3 أشهر، فما بالك بالمشاكل الكبيرة اللي بشرنا بها رئيس الحكومة في خطاب ديالو، وقال تنتظروا الأسوأ، تنتظروا الأسوأ. نحن عارفين الوضعية ديال البلاد ديالنا، ولكن نحن كنقولوا الرئيس الحكومة وكنقولوا الحكومة، نحن ما بغيناكم تقولوا ننتظروا الأسوأ، بالعكس نحن نريد أن تقولوا لنا كمغاربة أنه كل شيء غادي يكون بخير، وتبحثوا عن الحلول وتبحثوا عن الإبداع، وتنزلوا وتصنتوا بلغة العقلاء، كنقولها وكنأكد عليها بلغة العقلاء، لأن هذا الملف يجب أن يطوى نهائيا، ولا وما خصوش يستمر، لأنه لا استمر لا قدر الله فنحن أمام سنة بيضاء، ولكنها للأسف باللون الحقيقي هي سنة سوداء علينا جميعا، نحن لا نتمنى ذلك. اليوم كنقولها وكنأكدها أيضا على أنه إلا مشينا بهذا الريتم وبهذا المستوى في مكافحة الفساد وفي في محاربة هاد الفاسدين، اليوم هي نحن في المؤشر ديال التنمية البشرية في 126 للأسف الشديد في ذيل التنمية، والأسباب معارفينها، الأسباب كنقولها وكنأكدها لأن كاين تراكمات كبيرة وكاين معوقات كثيرة للتنمية، ومن بين هذا الفساد الذي يعقها التنمية. اليوم إذا مشينا بهذه الطريقة هذه كونوا على يقين على أننا سنصعد إن شاء الله في مؤشرات التنمية، وكونوا على يقين على أنه من يفكر مستقبلا في دخول السياسة ولا في ممارسة الشأن العام لا يفكر بدل مرة ميات مرة قبل ما يحط رجله في السياسة وقبل ما يترشح الانتخابات. كنقولوا له هذه إشارات قوية ونحن كندعموها، ونحن مع البلاد ديالنا في محاربة الفساد، مع البلاد ديالنا في الضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه أن يعيق التنمية ولا على أنه يغتني على حساب المصالح ديال المواطنين وعلى حساب المال العام.